مشاهدينا دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان المباريات اللي هتتلعب في الجوله الاولى من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمكتبة الإسكندرية هتنظم من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بقطاع التواصل الثقافي وبالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية ندوة ومعرض بعنوان سليم بيك حسن رائد علم المصريات بقاعة المحاضرات بمقر المتحف، وده في ضوء ما تريد دولة من اهتمام بالتراث المصري خاصة التراث الوثائقي وتأصيلاً للهوية. النهارده هتستضيف القاهرة منتدى أعمال مصري جنوب إفريقي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وده بمشاركة محافظ إقليم كيب تاون ووفد رفيع المستوى يضم 23 من مجتمع المال والأعمال الجنوب إفريقي. المنتدى بيتم تنظيمه بعد انعقاد قمة البريكس الناجحة في دورتها الأخيرة اللي استضافتها جنوب إفريقيا، وهيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات اللي بتشمل النقاشات واللقاءات الحصرية بالإضافة لفرص تبادل الآراء والأفكار مع الوفد الجنوب إفريقي. النهارده العشاء الدوري المصري موعدهم مع المباراه الافتتاحيه للجوله الاولى من عمر المسابقه، واللي هتجمع بين طلائع الجيش والبنك الاهلي في تمام الساعه 7 مساء.